السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم دكتور مصطفى خضر، والنهارده هنتكلم عن الاميونيتي. بس احب افكرك بحاجه، انك لو كملت الفيديو للاخر ده مش ضمان انك توصل، بس ده ضمان انك ما تندمش، وهو ده الاهم. يلا بينا. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هو انا عايش ازاي؟ الفكره بسيطه، حبه سيستم عندهم، حبه اورجانز بيعملوا فايتال بروسيس عشان اعيش، حبه اورجانز بيعملوا فايتال بروسيس عشان اعيش. زي ايه؟ زي البريم مثلا. زي اللنج. زي الهارت. زي الكيدني. زي الليفر. كل الاورجانز دي بتعمل فايتال بروسيس علشان اعيش. كل الاورجانز دي بتعمل فايتال بروسيس عشان اعيش. ويقول لك لو في اورجانز من دول اختفى، الفايتال بروسيس بتاعته اختفت، فانت هتبقى عيان. او لو في اورجانز من دول الفايتال بروسيس اللي هو بيعملها اختلفت، بقت زياده او قليله، ده اسمه ديزيز. تمام؟ تمام. طب ايه المشكله بقى بتاعتنا؟ اني اورجانز من دول اللي بايظ؟ قال لك لا، ولا اورجان من دول بايظ، ولا اورجان من دول هنتكلم عنه اصلا. امال احنا هنتكلم عن ايه؟ قال هنتكلم على انمي، عدو. العدو ده عايز يعمل ايه؟ قال لك عايز يسكن في الاورجانز دي، عايز يخش جوه الاورجانز. طب يا عم ما يخش جوه الاورجانز، ما فيهاش حاجه. لا، ما هو لو دخل جوه الاورجانز هيغير الكيميكال رياكشنز اللي جوه الاورجانز، فهيغير الفايتال بروسيس، فانت مش هتعرف، مش هتبقى عارف تعيش، عشان هو بيلعب في الفايتال بروسيس. فيقول لك الانمي ينفع يخش يسكن؟ لا، ما ينفعش. طب لو انمي يعرف يخش يسكن من غير ما يلعب في الفايتال بروسيس؟ يا اهلا وسهلا، اهم حاجه الفايتال بروسيس بتاعتي ما تبص. تمام؟ تمام. فانا بقول لك انا عايز امنع الانمي ان هو يخش الاورجانز بتاعتي، فانا عملت له سيستم مخصوص، او ربنا عمل له سيستم مخصوص اسمه اميون سيستم. الاميون سيستم هدفه ان الانمي ما يخشش لجوه، الانمي ما يخشش جوه للاورجانز او للسيلز. طيب افرض الانمي دخل جوه، انا جبت حقنه انمي وضربتها فيك، الانمي جوه جسمك دلوقتي، الاميون سيستم يتصرف ازاي؟ قال لك سهله وبسيطه، مش هو الانمي دخل؟ خلاص ما ينتشرش جوه، المكان اللي هو دخل فيه نعالجه، بس ما نفضلش نجري وراه في الجسم كله. فيقول لك تاني حاجه الاميون سيستم بيعملها ان هو بيخلي الانمي ما يعملش سبريدنج. الاميون سيستم بيخلي الانمي ما يعملش سبريدنج. طيب افرض الانمي عمل سبريدنج، خلاص الاميون سيستم ما قداموش غير حل واحد بس، ان هو يقتله. فالاميون سيستم الملخص اللي انا بقوله ان هو بيعمل ثلاث حاجات بس، بيبريفنت الانتري وفي الانمي، بيمنع دخول الانمي. طب لو الانمي دخل؟ قال لك بيبريفنت السبريدنج، بيمنع ان الانمي ينتشر في الجسم. طب لو الانمي انتشر في الجسم، خلاص بقى يقتل. فالاميون سيستم ربنا خلقه لنا علشان يحمينا من الاعداء اللي هم اي حاجه هتخش جوه جسمي. ويقول لك الاميون سيستم بيمنع الانتري، بيمنع السبريدنج، وبيكل. تمام؟ تمام. طب الفكره اللي بعد كده يقول لك خير اللهم اجعله خير. الفكره اللي بعد كده بتقول لك ان اي خليه في الكون عليها بروتين اسمه انتيجين. اي خليه في الكون بيبقى عليها بروتين اسمه انتيجين، والبروتين ده بيبقى عامل زي البطاقه. يعني ايه زي البطاقه؟ هل في حد بطاقته شبه حد؟ اكيد لا، كل واحد ليه بطاقته، وكل واحد بطاقته خاصه بيه. كذلك البروتين اللي على كل الخلايا، يقول لك كل خليه ليها البروتين بتاعها اللي اسمه انتيجين. كل خليه ليها البروتين بتاعها اللي اسمه انتيجين. طب انا جسمي بيتكون من ايه؟ خلايا. في انتيجين؟ طب الانمي بتاعي بيتكون من ايه؟ من خلايا. في انتيجين؟ معنى كده ان انا عندي نوعين من الانتيجين،
الانتيجين بتاعي والانتيجين بتاع اي حاجة غيري. الانتيجين بتاعي هسميه سيلف انتيجين، الانتيجين بتاعي البطاقة بتاعت الخلايا بتاعتي. طيب الانتيجين اللي مش بتاعي هسميه نون سيلف. ويقول لك بقى في حاجة حلوة قوي في النون سيلف، ان هو ممكن يعمل ديزيز ويبقى اسمه باثوجين. وكلمة باثو جاية من باثولوجي يعني علم الأمراض، فيقول لك باثوجين ده الانتيجين اللي بيعمل مرض. طيب يعني ايه انتيجين؟ قال لك ده البروتين اللي بيعرف كل الخلايا اللي في الكون، كل خلية عندها الانتيجين بتاعها شبه البطاقة. طب انا جسمي بيتكون من خلايا، واي حاجة بره جسمي بتتكون من خلايا، يبقى جسمي فيه خلايا اسمها عندها سيلف انتيجين. طب اللي بره جسمي عندها بروتين اسمه نون سيلف انتيجين بالنسبة لي، نون سيلف بالنسبة لي. طب لو عمل لي مرض الانتيجين يبقى اسمه باثوجين. الفرق بين الباثوجين والانتيجين؟ قول لي مفيش فرق، مفيش فرق بين الباثوجين والانتيجين بالنسبة للدرس بتاعنا. يعني انا لو حكيت لك القصة بتاعت الانتيجين اللي عايز يخش جوه جسمي، هو الباثوجين اللي عايز يخش جوه جسمي. والانتيجين يعني مثلا لو قلت بكتيريا، البكتيريا دي انا بقول بكتيريا هي دي العدو، ممكن تخش جوه جسمي، او ممكن اقول الانتيجين بتاع البكتيريا عايز يخش جوه جسمي، او ممكن اقول الباثوجين عايز يخش جوه جسمي، اي حاجه من الثلاثه قشطه. اهم حاجه انت فاهم هو قصده على ايه. لما بتكلم على الانتيجين انا قصدي على النون سيلف اللي هو بتاع العدو، الحاجه اللي داخلالي، او الباثوجين، وكلمه باثوجين معروفه، الانتيجين اللي هيعمل لي مرض. قشطه قشطه. لازم نبقى فاهمين المبدئين دول علشان نتكلم على المناعه. طيب احنا هنتكلم على المناعه بترتيب ايه؟ قال لك خير اللهم اجعله خير. الاميونيتي في الكتاب بادئ بالليمفويد اورجان. هو يعني ايه ليمفويد اورجان؟ انا ما اعرفش. قصه الاميونيتي بتبدا بالسيلز، الخلايا اللي مسؤوله عن الاميونيتي. طب ما تيجي نشوف القصه بتقول ايه. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام يقول لك القصه بتاعتي بدات بمكان اسمه بونز. البونز دي اللي انا شفتها فين؟ قال لك في السكيليتال سيستم بتاع شابتر 1. يعني مش هتكلم عليها دلوقتي، لا مش هتكلم عليها دلوقتي، انا بقول لك بس ان هي القصه بدات بالبونز. طب اشمعنى البونز؟ قال لك علشان البونز جواها تيشو اسمه بون مارو. يبقى القصه بتاعتي بتبدا بالبونز اللي جواها تيشو اسمه بون مارو. طيب انا هسال سؤالين على البون مارو، هو لونه ايه ومكانه فين في البونز؟ طب هو لونه ايه الاول؟ قال لك انا بتكلم على الريد بون مارو، البون مارو اللي لونه احمر مش ابيض او اصفر. ليه؟ قال لك علشان الريد بون مارو ده اكتف بون مارو، بون مارو شغال. اما الوايت او اليلو بون مارو دول ان اكتف، يعني مش شغالين، يعني مفيش قصه عندهم، يعني احنا مش هنعرف نحكي حاجه عندهم، مالهمش قصه. تمام تمام. طيب السؤال الثاني، انا قلت سالت السؤال الاول كان لونه ايه، السؤال الثاني هو مكانه فين في الجسم او مكانه فين في البونز؟ قال لك لا هو في كل بونز، هي في كل البونز اكسبت اللونج، في الهيد اونلي. هي موجوده في كل الادلت بونز اكسبت اللونج بونز، موجوده في الهيدز اونلي او في الاكستريميتيز اونلي. امال الشافت بتاع اللونج بون؟ قال لك ده فيه يلو بون مارو. يقول لك البون شكلها عامل كده، دي الهيد هيد وده الشافت او البودي. يقول لك دي لونج بون ولا لا؟ لونج بون شكلها عامل زي القلم، طويله شبه طويله ومدوره زي القلم. فيقول لك دي لونج بون، البون مارو موجود مكانه فين؟ قال لك في الهيد بس. طب في الشافت؟ قال لك ما فيهوش ريد بون مارو. طب لو في بون مارو يبقى نوعه وايت اللي هو ان اكتف اللي هو مش شغال. قشطه قشطه.
يبقى قصتنا بدأت بالبونز، كل البونز ما عدا الطويلة في الهيدز بس. ذات كونتين ريد بون مارو. طب هو الريد بون مارو ده ايه؟ قال لك ده عبارة عن تيشو كونتين ستيم سيل. البون مارو، البون مارو تيشو كونتين ستيم سيل. هو يعني ايه ستيم سيل؟ قال لك دي سيل شبه الطين الصلصال، ممكن تتشكل باي شكل انت عايزه، هي ملهاش ملكه. يعني هي السيل لما بتعمل ديفيجن بتتحول لنفس الخليه، الخليه لما بتعمل ديفيجن بتتحول لنفس الخليه. يعني ايه؟ يعني بون عملت ديفيجن بقت بون سيل، بون سيل عملت ديفيجن بقى اسمها بون سيل، ليفر سيل عملت ديفيجن بقى اسمها ليفر سيل، هير سيل عملت ديفيجن بقى اسمها هير سيل. طب الستيم سيل؟ يقول لك الستيم سيل تعمل ديفيجن تبقى اي بتنجانه، بون سيل، بلاد سيل، ليفر سيل، هير سيل، زي ما هي عايزه. فالستيم سيل قادره ان هي تتشكل لاي خليه انا عايزها. شفنا الكلام ده فين في المنهج؟ قال لك شفناه في الريبرودكشن. كان البيبي عباره عن خليه واحده اسمها زايجوت. بعد كده قال لك فضلت تكبر 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 وبقى بيبي عنده ايدين ورجلين ودماغ، وجوه الدماغ في اورجان اللي هو البرين والاي والهارت واللنج، عنده حاجات كتير قوي مع انه كان خليه واحده بس. خليه واحده كترت وتشكلت لكل الخلايا دي. معنى كده ان الخليه دي نوعها ايه؟ ستيم سيل. فالستيم سيل شبه التين الصلصال اللي هتتشكل اي حاجه، هتديني اي نوع خليه انا عايزه. فالبوم مارو كونتين ستيم سيل اللي هتتشكل زي ما انا عايز. طب هي هتتشكل لايه؟ او هي هتطلع لي كام خليه؟ قال لك الحمد لله هي هتطلع لي خليتين بس، خليه اسمها ليمفويد وخليه اسمها مايلويد. الستيم سيل اللي هي كان ديفرنشيت واني تايب اوف سيل طلعت خليتين، ليمفويد ستيم سيل او مايلويد ستيم سيل. خلي بالك المايلويد ستيم سيل لسه هتخلف، والليمفويد ستيم سيل لسه هتخلف، دي ناس كبيره، دول الاجداد هيخلفوا عيال. طيب مين اكتر، الليمفويد ولا المايلويد؟ قال لك الليمفويد من 20 ل 30% بس. كل الستيم سيل بتطلع من 20 ل 30% ليمفويد. حلو الكلام، حلو الكلام، يعني المايلويد هو اللي كتير. طيب نعتبر بقى هما الاثنين دول ناس كبيره، ناس كبيره او ناس عايزه تتجوز وتخلف عيال. المايلويد قال لك ايه؟ قال لك انا عايز اتجوز واخلف عيال كتير. عشان العيال عزوه. اما الليمفويد قال لا، العزوه مش بالعدد، انا هجيب عيال قليله علشان اربيهم. دي كلمه اربيهم. فيقول لك المايلويد جاب عيال كتير عشان هم عزوه، اما المايلويد، اما الليمفويد انا اسف، جاب عيال قليله علشان يعرف يربيهم. فدول عيال متربيه وخارجين مدارس مدارس انترناشونال وحاجه عنب. لكن ده دول مش متربيين، دول بيخلفوا كتير وما فيش وقت اصلا ان هم يتربوا. تعال نحقق للمايلويد احلامه، تعال نحقق للمايلويد احلامه ونخليه يخلف عيال كتير. خلي بالك انا بتكلم على حاجات في الدم. فايه المايلويد اللي المايلويد هيخلفه في الدم؟ قال لك اكتر حاجه موجوده في الدم هي الريد بلاد سيل. فالمايلويد خلف ريد بلاد سيل. طب تاني حاجة أو من الحاجات الكتيرة في الدم، قال لك البليتلتس. برضو ولاد المايلويد، يبقى كده المايلويد خلف عيلين لحد دلوقتي، ريد بلاد سيل وبليتلتس. أسألكم سؤال، مش أنا بتكلم في الإميونيتي اللي هي بتعمل بريفنت الإنتري، بريفنت السبريد أو كل؟ طب هي الريد بلاد سيل بتعمل ايه؟ قال لك الريد بلاد سيل دي بتنقل اكسجين وكربون دايكسايد، فمالهاش علاقه بالاميونيتي خالص. طب البليتلتس، قال لك دي كانت بتعمل بلاد كلوتنج عشان تمنع البليدنج وملهاش علاقه بالاميونيتي. يعني الخليتين دول نون اميون سيل، خلايا مالهاش علاقه بالمناعه.
الريد بلاد سيل والبليتليتس ولاد المايلويد بس ما لهمش علاقه بالمناعه. تمام. كل بقى الخلايا اللي انا هتكلم عليها اسمها وايت بلاد سيل. وايت بلاد سيل، تعال نكمل. المايلويد خلف مين كمان؟ قال لك هو خلف الريد بلاد سيل والبليتليتس وخلايا اسمها جرانيولو سايتس. جرانيولو سايتس بالاس. هو يعني ايه جرانيولو سايتس؟ اقرا الكلمه من الاخر للاول. يعني ايه كلمه سايت؟ يعني خليه. سايت يعني خليه. جرانيولز قال لك حبيبات، خليه فيها حبيبات، خليه فيها حبيبات او خلايا فيها حبيبات بقى عشان هما جمع. جرانيولو سايتس سيلز. سيلز ويتش كونتين جرانيولز. سيلز ويتش كونتين جرانيولز. طب الحبيبات دي فيها ايه؟ قال لك فيها كيميكال سابستنس. يعني كيميكال سابستنس اشهرها الهيستامين. قال لك الجرانيولوسايت كونتين جرانيولز ذات كونتين كيميكال سبستانس اشهرها هيستامين. لما نعرف الهيستامين ده بيعمل ايه هنبقى نشوف الخليه دي بتعمل ايه. تمام. تمام. طب هم كام خليه؟ قال لك هم ثلاث خليه. خليه بنيوكلياس واحده وخليه باتنين نيوكلياس وخليه بثلاثة نيوكلياس او اكتر. الجرانيولوسايت، الجرانيولوسايت ثلاث خلايا، يا اما خليه بنيوكلياس واحده يا اما خليه باثنين نيوكلياس يا اما خليه باكتر من اثنين نيوكلياس. حلو. حلو. يقول لك بقى الخلايا دي انا جبتها تحت بره الجسم وهتفرج عليها تحت الميكروسكوب، وخدنا في اولى ثانوي علشان تحط الحاجه تحت الميكروسكوب لازم تزبخها عشان اشوفها ملونه. انا ما بحبش اشوف ابيض واسود، مفيش حاجه في جسمي ملونه. الحاجات اللي في جسمي ملونه قليله، هنقولها كمان شويه. بس كل الخلايا او لما اسحب اي حاجه من جسمي ما بتبقاش ملونه، فالخلايا دي مش ملونه، فانا عايز اشوفها الوان مش ابيض واسود تحت الميكروسكوب، اشوفها الوان مش ابيض واسود. قال لك خلاص ازبخ. الصبغه بتاعتنا اسمها هيماتوكسلين اند ايوسين. كبر دماغك انت ان شاء الله لما تخش الكليه هتعرف اسامي الصبغات. بس انا بقول لك ليه الصبغه دي؟ قال لك علشان الصبغه دي فيها حته بيز وحته اسيد. يعني ايه؟ يعني الهيماتوكسلين ده لون بيزك، لون بيزك، اما الايوسين ده لون اسيدك. دي الصبغه اللي انا هلون بيها. مش مهم اسامي الصبغات، انا بقول لك بس عشان تفهم الفكره. طيب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الكيمياء انت خدت الاسيد فيها بيبقى لونه ايه؟ لونه ايه؟ اللهم صل على النبي، لونه احمر نوت ريد. احمر مش ريد. وايه الفرق بين ريد واحمر؟ احمر بالايه واسد بالايه. فالاسد اللي بيبدا بالايه بيديني لون احمر اللي بيبدا بحرف الايه. طيب احنا خدنا برضو في الكيمياء البيز كان لونه بيبقى ايه؟ قال لك بلو. بيز بالبي هيديني لون بلو بالبي. فيقول لك انا لما احب اشوف اي خليه تحت الميكروسكوب بسبخها صبغتين مع بعض، واحده بيزك واحده اسيدك. البيزك بتديني لون بلو والاسيدك بتديني لون احمر. طيب تعالوا بقى نسبغ الخليه بتاعتنا. يقول لك اول لما سبغت الخليه اللي بنيوكلياس واحده الجرانيولز بتاعتها اتلونت لون ازرق. لا ده ازرق، ازرق برضو. الخليه السيل ام نيوكليس واحده الجرانيولز بتاعتها بقى لونها ازرق.
معنى كده ان هي بتحب البيز ولا بتحب الاسيد؟ قال لك هي خدت الازرق بتاع البيز، معنى كده ان هي بتحب البيز بالازرق برضو، بتحب البيز. بتحب البيز يعني بيزو فل، بيزو يعني بيز، فل يعني محب. هتاخدوها خدتوها خدناها في اولى ثانوي. هيدرو فيليا بيحب الميه، هيدرو فوبيا بيكره الميه، ففيليا عكس فوبيا، فوبيا بيخاف، فيليا بيحب. بيزو فيل يعني بيحب البيز، عشان كده لونه لون الجرانيوز بتاعته بلو. ام نيوكلياس واحده خدت اللون البلو فبقى اسمها محبه البيز، بيزو فيل. طب ام اتنين نيوكلياس قال لك دي خدت اللون الاحمر، الجرانيولز بتاعتها اتلونت لون احمر. معنى ان هي اتلونت لون احمر، معنى ان هي اتلونت لون احمر ان هي بتحب الاسيد ولا بتحب البيز؟ قال لك مادام هي بتحب لون احمر بالايه يبقى هي بتحب الاسيد اللي هو بالايه، فاسمها اسيدو فيل. من الاخر بقى يعني ايه فل؟ يعني محبه اسيده للاسد. طب هي ليها اسم تاني؟ ليها اسم تاني. يقول لك هو اسم الصبغه ايه؟ ايوسين. فهي بتحب الصبغه اللي اسمها ايوسين فاسمها ايزينو فل، اسيدو فل او ايزينو فل، والاسد هو الايوسين والايوسين هو الاسد. اهم حاجه ان الجرانيولز لونها احمر. طب التالتة قال لك لا هي بتحب الاتنين قد بعض او ما بتحبش واحد ولا واحد من الاتنين، يعني ولا هتاخد اللون الاحمر ولا هتاخد اللون الازرق، امال هتاخد ايه؟ اي لون غيرهم، اي لون غيرهم. تحت الميكروسكوب او 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 لما تسبخها الصبغتين هي تاخد حبه من دي على حبه من دي، ازرق على احمر، ازرق على احمر يديني بنفسجي، او احمر مزرق، او ازرق محمر، هتديني حاجه من التلاتة. المهم اللي هم المهم ان هم اللونين مع بعض، دي التالتة. فالتالتة بتحب الاسد ولا البيز؟ قال لك هي ولا بتحب ده ولا ده، هو ايه الحاجه اللي مش اسد ومش بيز؟ انتوا هتقولوا صح اكيد، الحاجه اللي مش اسد ومش بيز هي نيوترال، فدي اسمها نيوترو فيل، خليه بتحب التعادل، خليه بتحب التعادل، ولا بتحب الاسد ولا بتحب البيز. قشطه. طب الجرانيولز بتاعتها لونها ايه؟ قال لك ولا لونها ولا احمر ولا ازرق، فانا هرسمها بلون اسود، انا هلونها بلون اسود. دول كلهم ولاد المايلويد، دول كلهم ولاد المايلويد. تعالوا نبدا من تعالوا نقول من الاول. الستيم سيل اتقسمت لكام خليه؟ قال خليتين كبار، واحده اسمها ليمفويد واحده اسمها مايلويد. طب المايلويد قالت ايه؟ قالت انا عايزه عيال كتير عشان العيال الكتير عزوه. اما الليمفويد قال انا عايز عيال قليله عشان اعرف اربيهم. طب المايلويد اول عيل جابته مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الريد بلاد سيل، اكتر الخلايا في جسمي الريد بلاد سيل. طب تاني خليه البليتليتس، وقلنا ان الاثنين دول ما لهمش علاقه بدرسنا، ما لهمش علاقه بالاميون سيستم. طيب باقي الخلايا اسمها وايت بلاد سيل. كان في ثلاث خلايا مع بعض كده اسمهم جرانيولوسايت، ثلاث خلايا اسمهم جرانيولوسايت. طب ما تيجي نقول اسمائهم. قال لك خليه بنيوكلياس واحده وخدت لون الازرق اسمها بيزوفيل، لا انا اسف، خليه بنيوكلياس واحده وخدت اللون البلو فاسمها بيزوفيل. خليه باتنين نيوكلياس منفصلين عن بعض او مرتبطين ببعض وخدت اللون الاحمر بالايه فاسمها اسيدوفيل او اسم الصبغه ايزينوفيل. طيب خليه فيها كذا نيوكليس وما بتحبش ولا اسيد ولا بيز فاسمها نيوتروفيل. صلى الله عليه النبي عليه الصلاه والسلام. المايلويد خلف نوع تاني من العيال اسمهم اجرانيولوسايت. يعني ايه اجرانيولوسايت؟ احنا اتفقنا، هاتها من الاخر. سايت يعني خلية، جرانيولز يعني حبيبات، خلية محببة، خلية فيها حبيبات، والحبيبات دي كانت بتحتوي على كيميكال سابستانس أشهرها هيستامين. طب ايه اللي في الأول؟
اللي في الاول بتتحط في اول الكلام علشان يقول لك ان هي ما عندهاش نفي. اجرانيولوسايت يعني الخليه اللي ما عندهاش حبيبات. الخليه اللي ما عندهاش حبيبات اسمها اجرانيولوسايت. بص انا هطلع سهمين، انا هطلع سهمين وهكتب خليه واحده بس، والخليه الثانيه انت اللي هتحطها واحنا ماشيين في الدرس. خليه اسمها مونو سايت، يبقى المايلويد خلف ريد بلود سيل وبليتليتس ما لهمش علاقه بالمناعه. بيزوفيل اسيدوفيل نيوتروفيل، والثلاثه دول كان اسمهم جرانيولوسايت، خليه فيها جرانيولز. خليه ما فيهاش جرانيولز اسمها مونو سايت، ومونو سايت دي خليه كبيره بنيوكلياس كبيره فيها جرانيولز ولا لا؟ قال لك لا ما فيهاش جرانيولز، بس هي خليه كبيره بنيوكلياس كبيره. حد عنده اعتراض؟ اتمنى ما يكونش حد عنده اعتراض. طيب مين اكبر خليه فيهم الاربعه؟ اكيد 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 المونوسايت. يقول لك المونوسايت دي اكبر خليه في الدم، المونوسايت هي اكبر خليه في الدم. طيب المايلويد خلف كام عيل لحد دلوقتي؟ قال لك لحد دلوقتي مخلف سته ريد بلاد سيل وبليتليتس ملناش علاقه بيهم، ارميهم. ثلاثة جرانيولوسايت، ثلاثة جرانيولوسايت اللي هي واحدة خدت اللون البلو وبنيوكليس واحدة اسمها بيزوفيل، واحدة خدت اللون الأحمر وباتنين نيوكليس اسمها أسيدوفيل، واحدة ولا خدت الأسيد ولا خدت البيز اسمها نيوتروفيل، واحدة اسمها واحدة كبيرة بنيوكليس كبيرة اسمها مونوسايت. تمام؟ تمام. طب دول على فكرة كلهم إخوات، تتخيل بقى بيعملوا إيه؟ قال لك هما بيعملوا يعني كل حاجة بتعمل ثلاث وظائف، كل حاجة بتعمل ثلاث فانكشن. قول بينجست اند دايجست بلس حاجه، كل الاربع خلايا دول بينجست اند دايجست بلس حاجه، انجست اند دايجست بلس حاجه. يعني ايه انجست؟ يعني يبلع. يعني ايه دايجست؟ يعني يهضم بلس حاجه، كل بقى خليه ليها الحاجه بتاعتها. فيقول لك كل الخلايا دي بتنجست وتدايجست بلس حاجه، انجست وتدايجست بلس حاجه. يعني ايه انجست؟ يعني يبلع. يعني ايه دايجست؟ يعني ايه انجست؟ يعني يبلع. يعني ايه دايجست؟ يعني يهضم. طب الحاجه تعال نشوف خليه خليه. قال لك البيزوفيل ايه الفانكشن بتاعتها؟ قال لك انجست اند دايجست بلس حاجه، الحاجه بتاعتها كونتين جرانيولز ذات كونتين كيميكال سبستانس اشاره هيستامين ذات ليد تو انفلاميشن، بتعمل انفلاميشن دي البيزوفيل. طب الاسيدوفيل، الاسيدوفيل الفانكشن بتاعتها انجست اند دايجست بلس حاجه، ايه الحاجه بتاعتها؟ كونتين جرانيولز ذات كونتين كيميكال سبستانس اشهرها الهيستامين ذات كوز انفلاميشن. نفس الفانكشن؟ اه نفس الفانكشن، ما الثلاثه دول اخوات. طيب النيوتروفيل ايه الفانكشن بتاعتها؟ قال لك انجست اند دايجست بلس حاجه، ايه الحاجه بتاعتها؟ مش هي جرانيولوسايت؟ اه يبقى كونتين جرانيولز ذات كونتين كيميكال سبستانس اشهرها هيستامين ذات كوز انفلاميشن. قشطه قشطه. طب المونوسايت قال لك ايه الفانكشن بتاعتها؟ دي اكبر خليه في الدم، خليه كبيره بنيوكليس واحده وبتعمل ايه؟ بتعمل انجست اند دايجست، بتبلع وتهدم. يبقى المونوسايت بتعمل ايه؟ قال لك بتنجست اند دايجست، بتبلع وتهدم. بعد كده قال لك الفانكشن الثالثه بتاعتها كونفيرت تو، كونفيرت تو ماكرو فيج، بتتحول لخليه اسمها ماكروفيج، بتتحول لخليه اسمها ماكروفيج. تعال نعرف يعني ايه ماكروفيج. فيج يعني مفجوع. يعني ايه مفجوع؟ يعني بياكل كتير، يعني بيبلع كتير، يعني بيعمل الفانكشن دي كتير عشان هو مفجوع. طب ماكرو يعني كبير، فيقول لك الماكروفيج بقى لماذا سميت ماكروفيج؟ لانها مفجوعه كبيره،
عشان هي كانت من المونوسايت، مش المونوسايت دي كانت اكبر خلايا الدم. اه يبقى الماكروفيش كبيره ولا صغيره؟ كبيره. واحسن واحده بتبلع ليه؟ اصل خير اللهم اجعله خير شكلها عامل كده. هو مين في مين شفته مين شكلها عامل كده اللي هي عندها اقدام كاذبه سودوبوديا؟ كانت الاميبا، والاميبا كانت بتعرف تتحرك وتبلع اي حاجه زي الماكروفيش بالظبط. طيب يبقى المونوسايت ايه الفانكشن بتاعتها؟ قال لك انجست اند دايجست. طب الفانكشن الثالثه؟ قال لك كونفيرت تو ماكروفيج. الماكروفيج هي المونوسايت، عشان كده انا ما كتبتهاش فوق. الماكروفيج هي المونوسايت. طيب الماكروفيج بقى مش هي المونوسايت؟ اه. ايه الفانكشن بتاعتها؟ قال لك خير اللهم اجعله خير انجست اند دايجست. دي احسن واحده بتعرف تانجست اند دايجست. تمام تمام. ايه الفانكشن الثالثه؟ حد هيقول لي كونفيرت تو مونوسايت، هقول لك لا دي الفانكشن بتاعت المونوسايت مالكش دعوه بيها. قال لك الفانكشن الثالثه او الماكروفيج الفانكشن بتاعتها بتتقال كده بالظبط. الماكروفيج بتبلع وتهضم وتحط اللي هضمته على طبق وتقدمه الخليه ما بتعرفش تبلع وتهضم. يبقى الماكروفيج بتبلع وتهضم، تحط اللي هضمته على طبق، بعد كده تقدمه الخليه ما بتعرفش تبلع وتهضم. اربع حاجات بتعملهم ورا بعض. يعني ايه تبلع؟ يعني انجست. يعني ايه تهضم؟ يعني دايجست. الاثنين دول مع بعض ليهم اسم هنسميهم دلوقتي. استنى بس، هي بلعت ايه؟ بلعت الانمي اللي عليه بروتين اسمه انتيجين. طيب هضمت ايه؟ قال لك هضمت البروتين او الباثوجين اللي هو هي بلعته الانمي. طيب الانتيجين الكبير لما يتكسر لحاجات صغيره يبقى اسمهم ايه؟ برضه اسمهم انتيجين. الانتيجين الكبير لما يتكسر يتحول لحاجات صغيره اسمها انتيجين برضه، ما فيهاش حاجه. طيب يقول لك ايه؟ انا بلعت انتيجين وهضمت انتيجين وكسرته لحتت صغيره اسمها انتيجين، بعد كده حطيت الانتيجين دي على طبق، الطبق بتاعنا اسمه ام اتش سي هنعرفه بعدين. بعد كده بحط الانتيجين على طبق، بعد كده بقدمه لخليه تانية. يعني معنى كده ان الماكروفيج بتعمل ايه؟ قال لك بتقدم الانتيجين اللي مهضوم للخلايا اللي ما بتعرفش تهضم الانتيجين. بتقدم الانتيجين اللي مهضوم، بتقدم الانتيجين، بتقدم الانتيجين. طب بتقدم الانتيجين بالانجلش هيبقى اسمها ايه؟ قال لك انتيجين بريزنتنج. انتيجين بريزنتنج بتقدم الانتيجين لمين؟ للخلايا اللي ما بتعرفش تعمل انجست ودايجست. يعني اي حاجه غير اخواتها، يعني اي حاجه غير اخواتها. الماكروفيج بقى تعرف ايه عنها؟ قال لك هي كانت مونوسايت وتحولت لماكروفيج. الفانكشن بتاعتها انجست اند دايجست، بعد كده تحط اللي عملت له دايجست على طبق اسمه ام اتش سي، بعد كده تقدمه تعمل له انتيجين بريزنتنج لخليه ثانيه ما بتعرفش تهضم وتاكل. قشطه قشطه. طيب يقول لك الماكروفيج هلاقيها فين؟ لا قبل الماكروفيج هلاقيها فين؟ الخلايا دي كلها هلاقيها فين؟ الخلايا دي كلها هلاقيها فين؟ حد يهبد هبداية. انا هقول لك الهبداية بتاعتي. مش هي الار بي سي الريد بلاد سيل مش ماشيه في الدم؟ ودول كلهم اخوات؟ يبقى دول كلهم ماشيين في الدم. يبقى دول هتلاقيهم سيركيوليتنج ان بلاد. هتلاقي الخلايا دي كلها سيركيوليتنج ان بلاد. ما دليلك؟ ما هم اخوات الريد بلاد سيل. طيب الماكروفيج بقى هلاقيها فين؟ خلاص احنا اتفقنا كل اللي فوق ده سيركيوليتنج ان بلاد. طيب الماكروفيج هلاقيها فين؟ قال لك والله العظيم على حسب، ممكن تبقى فيكسد ممكن تبقى سيركيوليتنج. يعني ايه فيكسد؟ قال لك يعني ثابته في مكانها. طب يعني ايه سيركيوليتنج؟ يعني بتسيب مكانها وتروح لمكان تاني، بتسيب مكانها وتروح لمكان تاني، بتسيب مكانها وتروح لمكان تاني. مكان يعني تيشو. يعني ايه؟ يعني يقول لك فيكسد ان تيشو، اما دي سيركيوليتنج ان تيشو او امونج تيشو او بتوين تيشو، اللي هي بتلف من تيشو للتاني. يعني مثلا تبقى في البلد، بعد كده تروح اللنج، بعد كده ترجع البلد تاني، بعد كده تروح الليمف، بعد كده تروح الليمف نود، بعد كده تروح الاسبلين، وهكذا. هي عماله تنط من حته لحته لحته لحته، دي اسمها سيركيوليتنج. اما الفيكسد قال لك لا خلاص دي بقت صاحبه مكان. يعني لو هي جت هنا مصر
هي هتبقى قاعدة في مصر 24 ساعة على طول قاعدة في مصر، فنديها الجنسية المصرية ويبقى اسمها مصرية. خلي بالك الماكروفيج الفيكسد اسمها بيتغير. هي ليه اسمها بيتغير؟ قال لك يا عم خدت الجنسية، يعني مثلا الماكروفيج اللي في اللنج اسمها الداست سيل، هي ماكروفيج وبتبلع الداست وبتعمل كل حاجة الماكروفيج بتعملها، بس عشان هي بقى اسمها في اللنج وما بتتحركش من اللنج بقى اسمها من اهل اللنج بقى اسمها داست سيل. قشطة. معلش هرخم عليك اكتر. الستيم سيل كان مكانها فين؟ قال لك في البون مارو، الريد بون مارو. معلش من الاول، ريد بون مارو كونتين ستيم سيل. الستيم سيل اتقسمت لخليتين، واحدة اسمها مايلويد وواحدة اسمها ليمفويد. المايلويد اللي بالام قالت انا عايزة عيال كتير فخلفت 6 عيال، الريد بلاد سيل وبليتليتس، ودول ما لهمش علاقة بالمناعة. بعد كده 3 جرانيولوسايت، واحدة بنيوكليس واحدة وفيها جرانيولز لونها بلو بيزوفيل، واحدة ب2 نيوكليس وفيها جرانيولز لونها احمر اسمها اسيدوفيل، وواحدة ولا ازرق ولا احمر اسمها نيوتروفيل ان الجرانيولز بتاعتها. طب بعد كده خلية كبيرة بنواة واحدة اسمها مونوسايت، دي كل الخلايا بتاعت المايلويد. كلهم بيعملوا ايه ما عدا الريد بلاد سيل والبليتليتس؟ كلهم بينجست اند دايجست، بيبلعوا ويهضموا بلس فانكشن. التلاتة اللي فيهم جرانيولز الفانكشن التالتة بتاعتهم كونتين جرانيولز ذات كونتين كيميكال سبستانس اشارها هيستامين ذات ليد تو انفلاميشن. طب المونوسايت؟ قال لك المونوسايت بتتحول ليه ماكروفيج. الفانكشن التالتة بتاعت المونوسايت بتتحول ليه ماكروفيج. طب الماكروفيج بتعمل ايه؟ قال لك بتبلع وتهضم، تحط اللي هضمته على طبق تقدمه الخليه ما بتعرفش تهضم، فيقول لك انجست اند دايجست، والاثنين دول الاخر اسمهم انتيجين بريزنتنج. انتيجين بريزنتنج انجست ودايجست وانتيجين بريزنتنج، ومكانها يا يبقى فيكسد في التيشو يا يبقى بيتحرك امونج التيشو. ويقول لك لو هو فيكسد في التيشو هديها اسم خاص بالتيشو ده اللي هي من اهل المكان ده، ولو هي سيركيليتنج لا اسمها ماكروفيج عادي. المايلويد خلصت. طيب دلوقتي هنتكلم على مين؟ دلوقتي هنتكلم على الليمفويد. افكرك بس، الليمفويد ستيم سيل كان النسبة بتاعتهم من 20 لـ30% من 20 لـ30% من اول وايت بلاد سيل، او من الاثنين، من الليمفويد والمايلويد. الوايت بلاد سيل من الاول وايت بلاد سيل. طيب الليمفويد كان ايه شعاره؟ قال لك انا عايز اخلف عيال قليلة علشان اعرف اربيهم. هو مخلف عيال متربية، الليمفويد ستيم سيل مخلف عيال مربية. طب هيخلف كم عيل؟ قال لك هيخلف 3 بس، هيخلف 3 عيال بس. واحد هيسميه بي، والتالت هيسميه ناتشرال كيلر اللي هو ان كي. الليمفويد سيل خلف كم عيل؟ 3 عيال بس، 3 عيال. قال لك يا تي يا بي يا ان كي، يا تي يا بي يا ان كي. هو ليه سماهم تي وبي؟ هنعرف كمان دقيقتين، بس هو 3 عيال بس، تي وبي وان كي. طب هو اشمعنى خلف 3 عيال بس؟ قال لك عشان عايز يربيهم. قال لك خلاص يبقى بعد ما بيكونهم بيوديهم لمكان تاني يتربوا. استنى بس نكتب بدل ما احنا كاتبينها تي وبي كده، تعالوا نكتبها. ايه رايكم نكتبها تي سيل؟ حد معترض؟ لا ما هي تي سيل فعلا، هي اسمها تي وهي سيل. طب ايه رايك اكتبها تي ليمفو سايت؟ ايه رايك اكتبها تي ليمفوسايت؟ مضايقاك الكلمه؟ مضايقاك الكلمه؟ لازم تبقى مضايقاك. ايه الليمفوسايت دي؟ تعال اقراها من الاخر. سايت يعني خليه، وليمفو جايه من الليمفويد ستيم سيل. ليمفوسايت يعني خليه جايه من الليمفويد ستيم سيل، فاسمها تي ليمفوسايت او تي سيل مش هتفرق. طب البي اسمها بي سيل او بي ليمفو سايت. طب الان كي؟ قال لك اسمها ناتشرال كيلر
ليمفوسايت او ناتشرال كيلر سيل. بس ناتشرال كيلر سيل اسهل، يعني هي ناتشرال كيلر اصلا كلمه كبيره، هتحط عليها ليمفوسايت كلمه كبيره كمان، يبقى اسمها ناتشرال كيلر ليمفوسايت، يعني كلمه كبيره انت تمسحها من المذاكره احسن ما انت تقولها بالكبر ده كله. طيب المهم الليمفويد ستيم سيل خلي في كام عيل؟ 3 عشان يربيهم. تي سيل بي سيل ان كي سيل، تي سيل بي سيل ان كي سيل. تعالوا نربيهم، تعالوا نوديهم مكان يتربوا فيه. فيقول لك التي سيل راحت تتربى في مكان اسمه سايمس جلاند. قال لك التي سيل راحت تتدرب في السايمس جلاند. السايمس جلاند كانت في الاندوكراين، بس احنا ما كناش بنجيب سيرتها، يعني احنا كنا بنقولها من الاكزامبلز بس ما كناش بنتكلم عنها. ليه؟ عشان هي في الاميونيتي اصلا. فيقول لك التي سيل راح تتدرب في السايمس اللي هي بتبدا بحرف التي. سبحان الله سبحان الله، هي ليه بقى اسمها تي؟ اكيد 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 عشان اتدربت في السايمس اللي بيبدا بحرف التي، قمه الابداع. تي سيل راح تتدربت في السايمس، تي سيل راح تتدربت في السايمس. طب ما تيجي نقول كلمه اتدربت بالانجليش، اتدربت يعني حصل لها ماتوريشن، اتدربت يعني حصل لها ماتوريشن. طب وتكونت يعني حصل لها فورميشن. فانا لما اسالك سؤال دلوقتي، لما اسالك سؤال دلوقتي، هو التي سيل حصل لها فورميشن فين؟ قال لك حصل لها فورميشن من الليمفويد ستيم سيل اللي مكانها في البون مارو. يبقى التي سيل اتكونت في البون مارو. طب حصل لها ماتوريشن فين؟ في السايمس. هي راحت السايمس في مكان بعيد عن البون مارو علشان تتربى وتاخد الشهاده بتاعتها. طب خدت الشهاده بتاعتها، قال لك لما تاخد الشهاده بتاعتها هتبقى حاجه من ثلاثه، يا اما اسمها تي هيلبر، يا اما اسمها تي سايتو توكسيك، يا اما تي سبريسور. واحنا هنختصر، مش هنفضل نقول تي هيلبر، هي اسمها تي اتش على طول، او تي سي او تي اس. يبقى التي سيل بنت مين؟ الليمفويد اللي اتكونت في الستيم سيل، بعد كده راحت اتدربت في السايمس، بعد كده اتقسمت لثلاث حاجات، بقت ثلاث حاجات، ثلاث حاجات مختلفين، يا تي هيلبر يا تي سايتوتوكسيك يا تي سبريسور. فيقول لك هو ايه اللي حصل لها؟ حصل لها ديفرنشيشن. خلي بالك بقى بالله عليك، خلي بالك بالله عليك، يعني ايه ماتيوريشن؟ يعني الحاجه تبقى ماتيور بس بنفس اسمها. يعني مصطفى لما يبقى ماتيور يبقى اسمه ماتيور مصطفى. طب لو مصطفى حصل له ديفرنشيشن يبقى اسمه ايه؟ اي حاجه غير مصطفى، اي حاجه غير مصطفى. فيقول لك التي لما يحصل لها ديفرنشيشن يبقى اسمها تي هيلبر مش تي بس، والتي لما يحصل لها ديفرنشيشن ممكن تبقى تي سايتوتوكسيك مش تي بس، والتي لما يحصل لها ديفرنشيشن في السايمس هيبقى اسمها تي سبريسور مش تي بس. تمام تمام. طيب التي هيلبر، التي هيلبر ايه الفانكشن بتاعتها؟ قال لك لو انت في شارع، لو انت في شارع لقيت بيت ولع، في حريقه في الشارع دلوقتي، اول حاجه بتلاحظها ايه؟ بلاحظ ان الستات، الستات مش الرجاله، الستات اللي قدام الحريقه بداوا يصوتوا. هم ليه بيصوتوا؟ ليه بتصوتي يا ستي؟ قالت لك عشان الم الناس، انا بصوت عشان الم الناس. طب بعد ما تلم الناس هي راحت جايه مزعقه، انتوا واقفين تتفرجوا، اشتغلوا اعملوا حاجه، طفوا الحريقه. فالتي هيلبر هي الست اللي بتصوت، التي هيلبر هي الست اللي بتصوت. فيقول لك التي هيلبر بتعمل ايه؟ قال لك بتصوت. هي ليه بتصوت؟ عشان تلم الناس، وبعد ما تلم الناس هتخليهم اكتف، هتنشطهم، هتخليهم يشتغلوا. التي هيلبر ايه الفانكشن بتاعتها؟ تصوت تلم الناس. التي هيلبر ايه الفانكشن بتاعتها؟ تصوت تلم الناس. ايه الناس؟ باقي الخلايا بتاعتنا، باقي الخلايا بتاعتنا. التي هيلبر دي هي اللي هتجيب كل الخلايا، هي اللي هتصوت تجيب كل الخلايا. طب يا فرحتي جابت الخلايا ولا واحده فيهم اشتغلت، فخلاص يبقى هي بتصوت تلم الناس وتخليهم يشتغلوا. التي هيلبر تصوت تلم الناس وتخليهم يشتغلوا.
هي اسمها مساعده بس هي لا هي مش مساعده هي بتصوت. يا لهوي يا لهوي يا لهوي اشتغلوا 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 تصوت تلم الناس بعد كده اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا. طيب التي سايتو توكسيك هي باينه من اسمها، سايتو يعني خليه، توكسيك يعني سم، فيقول لك دي خليه سامه مش سامه اللي هي هتاكلها تموت، لا سامه ان هي بتسم الخلايا بتسم الخلايا. فيقول لك التي سايتو توكسيك بتسم الخلايا، الشغل بتاعها ان هو بيسم الخلايا، بتطلع سم يقتل الخليه اي خليه هي عايزه تهاجمها. طب التي سبريسور قال لك لما الحريقه تشتغل مين اللي يبدا يشتغل، مين اللي بيبدا يصوت؟ قال لك التي هيلبر، تفضل تصوت يا لهوي يا لهوي تعالوا الحقوا طفوا الحريقه. طب بعد ما الحريقه طفت تلاقي راجل عجوز كده طلع في النص قال لي يا جدعان انتوا عاملين اللمه دي ليه؟ يلا كل واحد يروح لبيته، كل واحد يروح لحاله. هو ده التي سبريسور اللي هو الشعار بتاعه كله على بيته، خلاص فضناها كل واحد يروح يشوف حاله. فيقول لك خير اللهم اجعله خير، خير اللهم اجعله خير، خير اللهم اجعله خير. التي سيل اتكونت فين؟ في البوم مارو من الليمفويد. طب حصل لها ماتيوريشن وديفرنشيشن فين؟ قال لك في الصايمس. طب يبقى اسمها ايه؟ قال لك يا تي هيلبر اللي بتصوت وتلم الناس وتخليهم شغالين، يا اما تي سايتوتوكسيك اللي هي السامه، يا اما تي سبريسور اللي هو كل واحد على بيته. تاني خليه في الليمفويد، تاني خليه في الليمفويد كان اسمها بي ليمفوسايت. خلي بالك التي ليمفوسايت كان اسمها تي عشان اتدربت في الصايمس، البي ليمفوسايت اسمها بي ليه بقى؟ اكيد اتدربت في مكان بحرف البي. طيب تعال نشوف، يقول لك البي سيل اتكونت في الليمفويد ستيم سيل او من الليمفويد ستيم سيل اللي هي كانت في البون مارو. يعني البي سيل اتكونت فين؟ في البون مارو. طب وحصل لها ماتيوريشن فين؟ قال لك سبحان الله في حاجه بتبدا بحرف البي اللي هي احنا واخدينها من شويه بون مارو. يبقى البي سيل اتكونت في البون مارو وحصل لها ماتيوريشن في البون مارو، اتكونت في البون مارو وحصل لها ماتيوريشن في البون مارو. طب حصل لها ديفرنشيشن؟ قال لك لا ما حصلهاش ديفرنشيشن، فهي طلعت اسمها ماتيور بي سيل، بي سيل ناضجه، بي سيل ماتيور. فيقول لك البي سيل اتكونت فين؟ في الستيم سيل، في الستيم سيل بتاعه البون مارو. طب هي حصل لها ماتيوريشن فين؟ قال لك حصل لها ماتيوريشن في البون مارو. طب هي طلعت ماتيور ولا ديفرنشيتد؟ قال لك لا طلعت اسمها بي سيل يعني ماتيور بس، فاسمها ماتيور بي سيل. قال لك طب البي سيل بتشتغل ازاي؟ قال لك اول لما يحصل لها اكتيفيشن، اول لما يحصل لها اكتيفيشن يعني هي هتشتغل دلوقتي، اول لما تشتغل تتقسم لخليتين بلازما سيل وبي ميموري سيل، تتحول لبلازما سيل وبي ميموري سيل. تعالوا ناخد من الاخر للاول، يعني ايه بي ميموري سيل؟ يعني ايه ميموري؟ يعني ذاكره، يعني هتفضل فاكره كل اللي حصل. يعني ايه؟ يعني مش هو كان في حريقه والستات قعدوا تصوت والناس جت واتلمت وحصل كل حاجه؟ ايه سبب الحريقه بقى؟ والحريقه اتطفت ازاي؟ طيب كل اللي احنا عملناه ده الميموري سيل فاكراه. اكزامبل تاني، بكتيريا دخلت جسمي قعدنا 10 ايام نقتل فيها ما بتموتش، احنا عمالين نحاول نقتل فيها ما بتموتش، عند اليوم العاشر جربنا طريقه ماتت بيها. خلاص الميموري سيل تعمل ايه؟ تبقى فاكره البكتيريا وتفتكر هي ماتت ازاي. عشان البكتيريا دي لما تجيلي اقتلها في اني يوم؟ في اليوم الاول، ما انا خلاص انا مش هجرب معاها، انا عارف هي بتتقتل ازاي على طول. فالميموري سيل هي جايه باينه من اسمها، هتميمورايز كل الاميونيتي ستيبس اللي انا خدتها عشان اواجه البكتيريا او الباثوجين او الانتيجين. تمام؟ طب البلازما سيل، بلازما سيل جايه من اسمها، يعني ايه بلازما؟ قال لك البلازما دي اللي كانت في البلد باين، اللي هو البلد كان بيتكون من بلازما وسيلز. ايوه هي هي هو ده الاسم، بلازما سيل خلايا، خلايا بلازميه
اللي هي ليها علاقه بالبلازما بتاعه البلد. طب هي اللي بتعمل البلازما بتاعه البلد؟ قال لك لا طبعا، ايه الهبل ده، امال هي بتعمل ايه؟ قال لك هي بترمي حاجات في البلازما بتاعه البلد، هي بتكون حاجات ترميها في البلازما بتاعه البلد، عشان كده اسمها بلازما سيل. فيقول لك ايه الحاجات اللي بترميها؟ قال لك انتي بودي. البلازما سيل بترمي انتي بودي في البلد او في البلازما بتاعه البلد. تمام تمام. تعرف ايه بقى عن البي سيل؟ قال لك اعرف البي سيل ان هي بنت الليمفويد، بنت الليمفويد بي ليمفوسايت، اتكونت في البون مارو وحصل لها ماتيوريشن في البون مارو وبقت ماتيور بي سيل، واول لما تبدا تشتغل تعمل ديفيجن هيبقى اسمها ميموري سيل، هتفتكر كل الستبس بتاعه الاميونيتي اللي انا خدتها عشان احارب العدو ده. والبلازما سيل هي من اسمها هترمي حاجه في البلد. ايه الحاجه اللي هترميها؟ اسمها انتي بودي. طب الناتشرال كيلر سيل بنت مين؟ بنت الليمفويد. اتكونت فين؟ في البون مارو. اتربت ولا ما اتربتش؟ قال لك اتربت. اتربت فين؟ برضو في البون مارو. الناتشرال كيلر سيل اتكونت وتربت في البون مارو. طيب الناتشرال كيلر سيل حد عايزني اقول له هي بتعمل ايه؟ ما هي اسمها الناتشرال كيلر، يبقى هي بتعمل ايه؟ بتكل، بتطلع انزيمز تكل بيها، لحد ما نشوف الانزيمز دي او ايه قصتها ايه. بس الناتشرال كيلر باينه من اسمها ان هي بتكل. اخر حاجه هقولها على عيال الليمفويد، اخر حاجه هقولها على عيال الليمفويد، هو عيال متربيه ولا لا؟ متربيه. ده فخر الليمفويد، السيلز بتاعت الليمفويد او ولاد الليمفويد دول فخر المناعه كلها، دي احلى خلايا في المناعه. فاي حاجه بسميها في المناعه ليمف او ليمفويد نسبه الى التي والبي والان كي، الليمفويد سيل. فعشان كده لما بقول لك الليمفويد اورجان يعني ايه، انا ما اعرفش، ما كنتش اعرف يعني ايه ليمفويد، دلوقتي انا عرفت يعني ايه ليمفويد. ليمفويد ده جد كبير خلف تلات عيال، والتلات عيال متربيين احسن تربيه، مدارس اجانب. طب اسالك بقى سؤال، اسالك سؤال، هي العيال المتربيه دي تمشي مع العيال قليلة الادب دي ولا لا؟ ولاد الليمفويد يمشوا مع ولاد المايلويد، صح ولا غلط؟ اكيد طبعا لا، دي عيال مش متربيه وكتير، ودي عيال متربيه قوي. فيقول لك خلاص العيال دي ما تمشيهاش في البلد، الليمفويد سيل ما تمشيهاش في البلد، امال ايه؟ قال لك روح خزنها في الجسم، حطها في اماكن معينه في الجسم، ووقت الحاجه يبقوا ينزلوا في البلد براحتهم. بس اهم حاجه ان هم مش بيلفوا في البلد، لا هم قاعدين مستريحين في مخزن مخصوص، بعد كده هينزلوا البلد. تمام تمام. طب استنى بقى، لما يجوا ينزلوا البلد، التي هيلبر والتي سايتوتوكسيك والتي سبريسور، التي هيلبر هتشتغل ازاي؟ قال لك هي اللي هتصوت وهي اللي هتلم الناس، هي اللي هتصوت وهي اللي هتلم الناس بنفسها. طب التي سايتوتوكسيك؟ قال لك هي اللي هتقدم سم للخليه بنفسها، هي اللي هتشتغل بنفسها. طيب التي سبريسور؟ هي اللي هتخلي كل واحد يروح لبيته بنفسها، هي اللي بتشتغل، السيل هي اللي بتشتغل. فيقول لك الاميونيتي اللي ليها علاقه بالتي اسمها سيلولر اميونيتي. اشمعنى اسمها سيلولر اميونيتي؟ علشان السيل بتشتغل بنفسها. طيب البي؟ قال لك الميموري سيل دي احنا مش عايزينها دلوقتي، احنا عايزينها لما نيجي نتخانق تاني او العدو يجي تاني. فهنتكلم على البلازما سيل بس. البلازما سيل لما تيجي تشتغل هتشتغل ازاي؟ قال لك هتطلع انتي بودي، والانتي بودي هي اللي هتشتغل. ايه ده يعني البلازما سيل مش هتشتغل بنفسها؟ قال لك لا، هي هتخلي الانتي بودي هي اللي هتشتغل لها. زي كده واحد في خناقه، واحد في خناقه وهو ما نزلش الخناقه، هو معاه كلاب، نزل الكلاب هي اللي تتخانق، نزل الكلاب في الشارع هي اللي تتخانق. طب هو عمل ايه؟ قاعد في بيته باشا معزز مكرم ما نزلش. فيقول لك البلازما سيل ما بتشتغلش بنفسها، هي بتبعت حاجه هي اللي تشتغل. طب بتبعت الحاجه دي فين؟ قال لك في البلد. فعشان كده يبقى اسمها هيمورال اميونيتي. البي سيل الاميونيتي لما تبقى، لما البي سيل هي اللي تشتغل في الاميونيتي هنقول الاميونيتي دي هيمورال، اما التي سيل لما هي اللي تشتغل هقول الاميونيتي دي سيلولار. حد عنده اعتراض؟ اتمنى ما يكونش حد عنده اعتراض. اسالكم بقى سؤال،
مين اكبر خليه في الدم؟ المونوسايت. مين اصغر خلايا؟ قال لك الليمفويد. تخيل كده ان هو ايه الليمفويد، الخلايا الليمفويد ما فيهمش غلطه. ناس رياضيه بتروح الجيم، متربيه، متعلمه، ما بتنزلش تقعد في الشقه، ما بتعملش اي حاجه غلط. فالليمفويد تخينه ولا رفيعه؟ قال لك لا، سمباتيك، جسم رياضي بتاع جيم حركات، هي مش تخينه. امال مين الناس التخينه؟ المفاجيع اللي بيعملوا انجست ودايجست لاي حاجه، دول اللي تخان. فيقول لك مين الخلايا الكبيره؟ ولاد المايلويد. مين الخلايا الصغيره؟ ولاد الليمفويد اللي هم متربيين. فيقول لك المونوسايت اكبر خليه. طب مين اصغر خلايا؟ هم دول، هما دول اصغر خلايا. فخلي بالك لو قارن لك بين الاثنين دول، بين اي خلايا مايلويد واي خلايا ليمفويد، انا بتكلم على الخلايا بتاعه الاميونيتي بتاعه المناعه، لو قارن لك اي حاجه من الاثنين اكيد المايلويد هي الكبيره واكيد الليمفويد هي الصغيره. مين فيهم بيعرف يبلع؟ المايلويد، عشان هما مفاجيع بيبلعوا ويهضموا. انا كده خلصت، انا كده خلصت الخلايا، والخلايا دي البيزكس اللي هي هتخلينا نمشي في باقي الدرس. هو انا مش هقول حاجه جديده، يعني هي مفيش حاجه تانية هتتقال جديده في الاميونيتي. كل اللي هيتقال في الاميونيتي بعد كده مجرد ان انت بتحط الخلايا دي او بتخليهم يشتغلوا مع بعض، اللي هي القصه. لو انت كملت القصه بتاعت الدروس، جبت خليتين خليتهم يشتغلوا مع بعض، جبت خليتين خليتهم يشتغلوا مع بعض، هي دي الخلايا. طيب قبل بقى قبل ما نقفل الفيديو، قبل ما نقفل الفيديو عايز بس اسالكم سؤال. يعني ايه ليمفو سايت؟ يعني ايه ليمفوسايت؟ قال لك ليمفو يعني ليمفويد اللي هي بنت الليمفويد، وسايت يعني خليه، خليه بنت الليمفويد. طب يعني ايه فاجو سايت؟ سايت يعني خليه، وفاجو يعني مفجوع زي الماكروفيج. هي فاجو دي اخت الماكروفيج، اخت كلمه فيج اللي في الماكروفيج. فيقول لك خليه مفجوعه يعني خليه كان انجست. الفاجوسايتس خليه ممكن تبلع. طب ايه الخلايا اللي بتبلع؟ كل المايلويد بيبلعوا، مش كل المايلويد اتفقنا ان هم بيعملوا انجست ودايجست، يبقى كل المايلويد بيبلعوا. طب لو انا قلت لك فاجو سايتوزيس، فاجوسايتوزيس، فاجوسايتوزيس فاجو يعني مفجوعه، واوزيس في الاخر زي الاوسموزيس اللي في اول المنهج اللي هي كانت عمليه، اوسموزيس كان اخرها اوزيس برضو يعني بروسيس. فيقول لك فاجوسايتوزيس ده البروسيس اوف انجيشن. ازاي الخلايا بتبلع؟ لا، البلع، عمليه البلع اسمها فاجوسايتوزيس. فالخلايا، الخلايا يعني بدل كلمه انجست من الاخر، بدل ما اقول كلمه انجست فاجوسايتوزيس، بدل كلمه انجست بس كده، مش هنقول حاجه تاني كده. وصلنا لنهايه الفيديو. هقول لك بس على حاجتين. اتمنى ان انت تذاكر بالترتيب ده، اتمنى يعني انت تذاكر بالترتيب اللي انت عايزه، بس انا بحب الترتيب ده، فاتمنى ان انت تذاكر بالترتيب ده اللي هو انت اول حاجه تذاكرها هي السيلز، مش اي حاجه تانية. تاني حاجه الورق اللي انا كتبته، اللي انا كتبته على البورد هسيبه لك ورقه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تالت حاجه انا هسيب كل الاكونتس بتاعتي تحت في الديسكريبشن عشان لو انت عايز تسال سؤال. رابع حاجه بقى، احنا ان شاء الله عاملين جروب، او هنعمل جروب يعني لما الفيديو ده ينزل هنكون عملنا جروب خلاص. هنعمل جروب، الفيديو لما ينزل هننزل عليه كويز الاسبوع اللي بعده على طول قبل ما الفيديو التاني ينزل، واحنا هننزل الفيديوهات بتاعت المنهج كله. يلا السلام عليكم، اشوفكم على خير.